هلو سبسكرايبرز، كيفكن؟ اليوم حنحكي عن good habits، يعني عادات جيدة لازم نحن تكون بنهارنا كل يوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة الماضية، الحلقة اللي قبلها كمان. كثير حنكون عم نعمل هاكس بالفيديو، سو إن شاء الله يكون عم يعجبوكم. ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام كرمال تشوفوا every day أنا شو بعمل عادات جيدة، وبنفس الوقت كمان don't forget to subscribe لأنه دائما عم بعمل حلقات كثير حلوة مثل هاي. يلا خلينا نشوف شو هي العادات الجيدة. أول شيء بعمله بنهاري إن أنا في بشرب كوباية مي، بتعطيني كثير طاقة خلال النهار. وإذا بتضايقوا من المي، لأنه في كثير عالم بيتضايقوا من المي، فيكم تزيدوا لهم شوية فواكه أو شوية خضرة، كمان مثل الحامض أو النعناع أو حيلا نوع فواكه بتحبوها، هيك بصير في طعم للمي وبتصير أطيب لإلكم. كثير منيح إنه يكون في سموذيز عنا بالنهار، معناتها هن مثلا ميكس مع حليب وفواكه، بس أمرار بياخدوا كثير وقت، فأنا اللي بعمله إنه بحط هدول الفواكه بكيس وبتلجهم، وتاني نهار بس بالخلاط بحطها مع شوية مي أو حليب حسب إنتو شو بتحبوا. اوكي بعرف يمكن الكل ما يحب هيدا الشغله، بس لا، امرار شغل البيت كثير بيساعد عن جد. لازم يكون في شوي من نهارنا وقت مخصص انه ننظف نرتب، هيدا بخلي جسمنا يتحرك. كمان لازم 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 يكون المشي شيء اساسي من نهارنا. انا وقت بلشت شغل مثلا جديد عن جد خف المشي وصرت اقعد اكثر على اللابتوب، بس هلا انا بوعدكم انه حسيت خلي المشي شيء جديد بحياتي كل يوم. الميل بريب او تحضير الاكل شيء كثير اساسي عن جد، بوفر علينا وقت وبوفر علينا مصاري كمان. فاذا ما عندكم وقت انتم كل نهار تحضروا للنهار الثاني، بنصحكم انكم تحضروهم بالويكند، يعني نهار الاحد للثنين، اي قبل بنهار من ما يبلش جمعتكم. يمكن كذا مره صرت قايلتها، بس اذا رشينا بهارات وسبايسز على الاكل اللي قلنا كثير بفيد، لانه هيك بخلينا نوقف الملح، بس بنفس الوقت بنكون عم نزيد شوي الميتابوليزم، اي قد ايه ممكن نحرق بنهار. طيب البهارات يعني اللي بدكم اياه. لازم نخفف من الكافيين او الكافي، هلا مش نقطعها بالمره، نخفف، لانه انا ما بقدر اعيش بلا كافي، بس شو فينا نعمل اذا اجى على بالنا لنقول قهوه، ان كان نسكافيه او قهوه عربيه، نستبدلها بشاي. في كتير 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 ميكسز من الشاي نقدر ناخدهم وطيبين. ستريتشنج قد ما فيكم خلال النهار عن جد بفيد، مش بس بيرخي العضل وبيخليكم ريلاكس اكثر، بس كمان بيخليكم عم تحركوا اكثر بنهاركم. فخلوا ستريتشنج during your day عن جد بتصير احسن. الشمس مش بس منيحه خلال نهارنا لانه بتعطينا طاقه، بس اذا اخذنا اشعه شمس كل يوم بيزيد الفيتامين دي بجسمنا، فليش لا؟ حلو الشمس. في كتير منكم مثلا بيقول لي اذا بدنا نظهر على شي مطعم شو بطلوا وبصير يعمل بانيك، هلا مش لهالدرجه فيكم تاخدوها، بس كمان فكره منيحه انكم في كتير هلا بالانترنت فيكم تفوتوا على المنيو تاعت المطعم اللي رايحين له قبل الوقت وتعملوا بلانينج شو تطلبوا، هيك احسن، هيك ما بتعلقوا وبتصيروا تاخدوا وقت اكثر، لا هيدي ما بدي اكلها، هي بدي اكلها، هي مش طيبه، هي طيبه، جربوها خبروني كيف. لازم يكون في سناكس كتير هيلثي بنهارنا، ليش ما بنحطهم مثلا بكيس بلاستيك او بنحطهم بتابروير صغير؟ مثلا انا بحط جوز ولوز وزبيب وباخذهم خلال النهار، مش بخلصهم بقعده وحده، بس انه هم بفيدوا كمان، بخلوني خفف اني انا اخذ الجنك فود. Just relax during your day، يعني بعرف هيدي الشغلة متناقضة مع كل شيء قلناه، بس إذا كنا هيك مش حركين وعبالنا نرتاح ما بيأثر، لازم يكون في وقت لنا ولحالنا. شو بتحبوا تحضروا موفي؟ يلا بلشوا تابعوا شي مسلسل على الانترنت، كتير كترانين هيدي الأيام. في أحلى من إنه حدا ينام وما في شي حواليه؟ عن جد لازم نشيل التليفون من إيدنا، نحطه بعيد عنا، جربوا بدل كل يوم كل يوم كل يوم مرتين بالأسبوع، شوي شوي بنصير نعمل تغيير كتير أكبر. إن شاء الله تكون عجبتكم هيدي الحلقة، أنا كتير انبسطت بتحضيرها وكتير حيكون في هاكس جايين كمان على الطريق. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لدايما تشوفوا هدول الفيديوز، وأهم شي هيدا الجرس صغير لأنه هذا بيعطيكم نوتيفيكيشن بس ينزل فيديو جديد. وأنا ناطرة الكومنتس اللي لكم بخانة الكومنت تحت، وأكيد أكيد أكيد الفولو على السوشيال ميديا اللي هو أكتر شي على انستغرام. بشوفكم.